حياكم فيديو جديد من الزبدة، معاكم خالد، واليوم راح نشوف محفظة سكرل. منتجنا اليوم من هولندا مجددا. اول منتج شفناه اسمه كان الوكا كوك، اللي هو المحول الكهرباء مع الريموت، الريموت اللي من دون بطارية ويتسكر من بعيد. شوفوا في فيديو ثاني. وعندنا الحين محفظة سكرل انبوكسنج على السريع. يقول لك الشركة ان المحفظة هذه راح تصغر حجم محفظتك، تسهل عليك عملية تطلع الكروت من المحفظة والعلبة صغيرة على حجم المحفظة. المحفظة حجمها صغير، راح أوريكم حجمها مقارنة بالسامسونج S6 والآيفون SE، راح أحطهم بينهم علشان تشوفون أنها محفظة صغيرة وحجمها من السايدز ضعيف. شنو الشيء المميز اللي في هالمحفظة هذه؟ لما ترعص على الزر اللي تحت راح تصعد كروتك من فوق. اول شيء راح نشوف ان شكلها محفظة عادية. في هالمكان تقدر تحط كاش، هني تقدر تحط كاردز او هم كاش حاطين لك. يعني راح يجيب الحين كروت، انه مو بس تطلع الكروت من المحفظة المعدنية، راح يطلعون تسلسل، فراح تعرف انت اي بطاقة، اول وحدة وثاني وحدة وثالث وحدة بسهولة، بدال ما انها تكون محفظة كاملة تي هذه القطعة المعدنية بروحها محفظة ذكية. شكرا لكم لمتابعة الحلقة هذه من الزبدة. اذا عجبكم هذا الفيديو سووا سبسكرايب، سووا لايك حق الفيديو هذا، وتابعونا حق فيديوهات ثانية من الزبدة، وحياكم.